مشاهدينا، للحديث عن هذا الموضوع معنا من العاصمة الأردنية عمان رعد هاشم، المحلل السياسي والخبير في الشأن العراقي. سيد رعد، مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. إيران تحاول الهيمنة على القرار، هناك صراع بين أتباع خامنئي القادمين من إيران وأتباع السيستاني، إلى أي مدى هذا سيؤثر على الحالة الداخلية في العراق؟ اهلا وسهلا واحييكم واحيي متابعيكم الكرام. حقيقه معروف هذا الخلاف العقائدي او الخلاف المتباين ما بين المدرسه السيستانيه والمدرسه الخامنئيه. حرصت مدرسه السيستاني على ان تكون بمنأى او مستقله عن القرار الايراني او التدخل الايراني، ولكن هناك مساعي واضحة كما وردت في تقريركم للمنافسة أو للولوج في كثير من مفاصل الأمور الدينية والعقائدية في العراق، في محاولة لجر أبنائه الشيعة الوطنيين الذين يكون دائما ولائهم للعراق، إضافة إلى ولائهم للمذهب وبعيدا عن تأثيرات الجانب الإيراني. لذلك نقول أنه هناك منذ زمن يعني طويل، منذ حتى سقوط النظام بال 2003، هناك تدخلا إيرانيا واضحا لجر عجلة التمذهب إن صح التعبير في الجانب العراقي إلى عجلة النظام الإيراني ولصالح الولي الفقيه او لصالح خامنئي، ولكن سرعان ما تصطدم برغبه المراجع الاربعه فضلا عن زعامه السيستاني لهذه المرجعيه الى الاستقلاليه بقرارها نوعا ما، رغم انه حتى كل هذه الولاءات ربما يحاول الجانب الايراني التاثير عليها، التشكيك فيها، التشكيك في القرار الذي يصدر من عندها، وتعمل مؤسسات الخامنئي بدعم ودفع أمثال الشهروردي باستمرار لإرسالهم إلى العراق على شكل وفود للتدخل في رص الصفوف للأحزاب الشيعية أو للأحزاب اللي فيها صبغة طائفية ودينية، ومحاولة للولوج أو الدخول في أكثر من متاهات لجعل الجانب الشيعي العراقي يدور في العجلة الإيرانية، ولكن هناك يعني هناك اصطدام بكثير من العراقيل التي تواجهها إيران في هذا المجال. سيد رعد، بماذا تفسرون خشية كبار رجال الدين في محافظة النجف العراقية من محاولة إيران توسيع نفوذها، وينظر البعض منهم للشهرودي بعين الارتياب؟ يعني بالتأكيد ينظر إليه بعين الارتياب، لأنه يعني الرجل هذا حينما يأتي بحجة يعني رص صفوف أحزاب دينية هنا وأحزاب موالية لإيران هناك، يعني وجوده غير مرغوب في من قبل كل الأحزاب أو كل الكتل السياسية ربما، وطيف واسع كبير من المجتمع العراقي من المذهب الشيعي لنقل. ذلك لأنه يعني الشيعة هم في أصولهم الموجودون أقصد في العراق عربيون، يعني عربيون في نفسهم الوطني وفي نفسهم انتمائهم القومي العربي، لا يرتضون أن يعني يحسبوا أو يتبعوا لأي طرف يعني أعجمي إيراني يعني في إطار تمذهبي وسحبه إلى يعني هذا التوجه أو السير في عجلته. لذلك يعني ينظرون كثير منهم الصدر مثلا الرجل لم يستقبله، وهناك إشارات قوية تقول أن السيد السيستاني نفسه لم يستقبله، لأنهم يعرفون توجهه ويعرفون نواياه، لذلك يعني ينأون بأنفسهم عن استقباله خشية أن يصطدمون بمناقشات ربما أو اتجاهات ربما تجبرهم على اتخاذ بعض المواقف لا يرغبون فيها. هنا سيد رعد التساؤل، إلى أي حد تمثل إذن زيارة الشهرودي إلى العراق سعي إيران
بحاجة التأييد لمرشحها لخلافة السيستاني، وهل ينجح في ذلك من الناحية العقائدية في بلد أسميت حضرتك شعب عروبيون في نفسهم الوطني؟ يعني لو نرجع لأصل الزيارة، كانت يعني على أثر التحسن العلاقات الواضح، الانفتاح العراقي وانفتاح العرب أيضا بالمقابل، الاحتضان يعني الوطن، احتضان هذا البلد العصير، لذلك أثار رعب الملاذ حقيقة في إيران هذا التقرب من العرب، و يعني جاءوا لكي يحبطوا مثلا هذه المساعي السعودية، الإماراتية، الخليجية ككل، المصرية. نعم. هذه اللي أقلقتهم ويعني جعلتهم يعني يخوضون يعني هذا المخاض في موضوع بنية عقائدية أو بناء عقائدي. هذا الشخص الشهرودي عرف عنه أنه يريد أن يبني أجيالاً يعني من على الوصف يعني وفق التربية العقائدية الموالية لإيران، هذا لا يرضي عروبة العراقيين سنة وشيعة حقيقة، يعني هو مرفوض هذا الأمر، لذلك يصطدم وسيصطدم أيضا سواء في عبر زيارته وعبر مشاريعه التي على أساس تؤخذ أنها إغاثية وتبرعية وما شابه من التطوع العمل الإنساني تحت واجهة المذهب، هذه كلها لا تنطلي على العراقيين لأن قرارهم يبدو هذه المرة يعني مستقلا وبعيدا عن كل تأثيرات إيرانية. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة من العاصمة الأردنية عمان، حدثنا السيد رعد هاشم المحلل السياسي والخبير في الشأن العراقي.